معي على الهاتف عبر سكايب من العاصمة الأمريكية واشنطن زميلي العزيز الكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي توماس جورجسيان. مساء الخير أستاذ توماس. أهلا بك يا أستاذ محمد. ماذا يحدث الآن النهاردة؟ أنا I know it's Sunday، النهاردة الحد في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك ترقب كبير لتطور الأحداث بداية من الغد. ما هي توقعاتك؟ ماذا يحدث؟ بالتأكيد حضرتك ملامح أو تفاصيل الأمريكي بالتفاصيل دقيقة، وهناك تطورات جديدة تسقط نفسها على أساس أن هناك سياسية أولا، ارتباك وتخبط في اختيارات على أساس أن، ولكن الهاجس الأساسي أو الخوف الأساسي القلق الأساسي يتمحور حول المدة الباقية للرئيس ترامب تحديدا. من جهة إيه؟ من هل هو سيتخذ أي قرارات خلال تواجده في الأيام المقبلة ال 12 يوم أو 11 يوم؟ ثانيا، ماذا سيكون تحرك الحزب الديمقراطي فيما يتعلق بالإمبيتشمنت أو محاسبة بسبب عزله؟ وثالثا، طبعا هناك بنفس التوقيت يتم اتخاذ إجراءات أمنية، لأن هناك تهديدات عبر وسائط السوشيال ميديا طبعا فيما يتعلق بيومي 17 يناير و 19 يناير، على أساس أن هناك نوع من يعني مش رمي الكرسي في الكلوب، ولكن في الفرح الذي سيتم أو ما يتم تسليم السلطة المراسم على أساس أنها ستتم بجوار الكونغرس، فبالتالي هناك احتياطات أمنية أخرى. ورابعا وخامسا، هناك مطاردة أو محاولة رصد كل الشخصيات التي شاركت بشكل أو آخر وما لديهم من أي هناك متابعة للسوشيال ميديا ومضمون السوشيال ميديا من أفلام والصور، وتم القبض على الأقل على ما بين 60 ل 70 شخص. 85، ويمكن أكثر كمان، يعني هناك احتمال كبير أنه بيتم بسرعة أكثر. في أول من امبارح كان مثلا حوالي 65، دلوقتي بقى 85، ولسه العملية مستمرة. والهدف من هذا كله طبعا بالتأكيد كما أشرت والعالم كله يعرف أن هناك حجب من التويتر والفيسبوك وكل هذه الوسائط السوشيال ميديا، على أساس هذا كان يعتبر الميجافون البوك الرئيسي الكبير الذي كان يتم من خلاله يتعامل أو يتواصل أو يصدر أوامره أو يحرض الرئيس ترامب أتباعه ومؤيديه ومن كان يريد أن يفعل أي شيء باسم ترامب أو عن طريق ترامب أو ما يتمنى أن يحدثه تحت مظلة ترامب. أستاذ توماس، خليني أسألك عن الحزب الديمقراطي. الحزب الديمقراطي يسعى للإمبيتشمنت، وهي العزل بناء على ارتكاب جريمة، ولكن هذا يتطلب محاكمة وتحويل الرئيس للقضاء. هل تتوقع أن يستمروا في هذه المحاولات خلال الأسبوع ده رغم الاحتفالات اللي بيستعدوا ليها؟ الإمبيتشمنت تحديدا، أولا الهدف من الإمبيتشمنت تحديدا توجيه الاتهام بما فعله وبما استغله من سلطته، سيكون المحاسبة الثانية داخل الكونغرس، وبالتالي هناك ملف يتم إعداده على الأقل ومحاولة دفعه على أجندة المجلس النواب ثم من ثم على مجلس الشيوخ. أن هناك نوع من كما تم في العملية الأولى من السنة، وقد تم تمريره من حكاية الكونغرس وتحديده. الظروف أحسن دلوقتي شوية، ولكن سياسيا زي ما قلت المدة الزمنية الباقية قصيرة أو حتى مش موجودة أصلا، بس مش بس على مراسم الافتتاح وبدء إدارة بايدن، ولكن أيضا هل سيكون بداية هتكون هناك كونغرس جديد آخر؟ يعني هل سيتم هناك طبعا في تردد أفكار بعد الأفكار من ضمن الأفكار أن يتم توجيه الاتهام محاسبة ترامب
في الدورة الجديدة يعني بالنسبة للكونغرس الأمريكي. ولكن كل هذه الاحتمالات واردة. الهدف الأساسي حتى أكون واضحا سياسيا هو أن الرئيس ترامب أخطأ في حق الشعب الأمريكي، وأخطأ في بما فعله تحديدا في الأسبوع الأخير، وثانيا أن هناك المحتحرين، والأهم من هذا أن يتم إنهاء ملفه السياسي بشكل واضح وصريح، بأن يكون هناك نوع من كما يقال المسمار الأخير في حياته في حياته السياسية، على أساس أن إذا تم impeachment ومحلحقة قانونيا فيما بعد ذلك سيكون من الصعب أن يخوض، لن يكون له حق الانتخاب من جديد مثلما كان يقال من قبل بالنسبة ل2024. حدثني عن الاحتياطات الأمنية في العاصمة الأمريكية. أنا شفت أسوار حديد بتتركب، وشفت أمن، وشفت تحركات، والإف بي آي نزلت العملاء بتوعها في كل أنحاء واشنطن لحماية كل السياسيين خاصة القيادات الديمقراطية. في شدة أمنية عندكم في واشنطن جامدة جدا. أكيد أكيد، حتى أكون كمان حتى نضع المشاهد المتابع للبرنامج في صورة كاملة شاملة، أن كل هذه الخطوات تتخذ في إطار قوات مختلفة، على أساس أن واشنطن كما تعرف واشنطن دي سي ليست ولاية، فهناك أكثر من قوة وتتبع الحكومة الفيدرالية، فبالتالي جزء كبير من عديد من القوات الأمريكية من القوات أو فروع القوات الأمريكية أو الأمنية العسكرية أو الشرطية تساهم في هذا الحزام الأمني الخاص بالكونغرس تحديدا أو بخصوص الاحتفالات، خاصة أن أغلب هذه الاحتفالات حتى أكون واضحا تم تقصيرها على مكان أو مكانين، لأن هناك احتياطات التي تم احترازية بسبب الكورونا، يعني لن يكون مثلما كان من 4 سنوات عندما تم الاحتفالات أو مراسم تنصيب السلطة أو تسلم السلطة بشكل جماهيري شعبي لأعداد كبيرة من البشر. ويجب أن أكون واضحا هنا أن القوة الأساسية التي كانت تتحكم في أمن الكونغرس وقتها كانت قوات الكونغرس، قوات ما يسمى قوات أمن الكونغرس، وعدد محدود لا يزيد عن 2001، وكان كما هو اتضح وهو معروف ان اغلب التركيز الامني في الكونغرس وتحديدا انه كمبنى كان الخطر الاساسي منذ فتره طويله او الذي تم التخطيط له السيناريوهات للدفاع عنه، كان اساسا يتحدث عن محاوله ضرب او مهاجمه او صاروخ اي خطر خارجي اصلا، وليس ان يندفع الناس ضمن الابواب الى من ابواب مختلفه، هناك ابواب مختلفه للكونغرس للدخول الى اروقه وغرف الكونغرس. فبالتالي ما تم يوم 6 يناير كان نوع من التنبيه والصحوه الامنيه التي على اساسها يتم تجهيز الكونغرس بشكل ما يتم حوله ما يسمى المنطقه المحيطه بالكونغرس، وهي منطقه كبيره هناك احتياطات امنيه وطبعا اجراءات، وستتم ولن يتم هذا في الايام الاخيره، ولكن من الان تم تصعيد هذه الاجراء او الحاله الامنيه بحيث ان يكون هناك تفادي لاي هجوم محتمل او اضطراب امني محتمل خلال الايام المقبله. اخبار ما يحدث في الولايات الاخرى، يعني الواشنطن عارفين الحدوته ايه، أخبار الاستقطاب السياسي والتجمعات والتهديدات اللي تمت على المنصات السوشيال ميديا في الأيام الأخيرة من أنصار ترامب إن في اضطرابات ستحدث في الولايات. هل انتقلت أيضا الاحتياطات الأمنية لعواصم الولايات الأمريكية كلها؟ بالتأكيد، يعني هنا ميزة الولايات الأخرى تحديدا حتى أكون يعني واضحا في تفسيري أو شرحي للأمور الأمنية في الولاية، كل ولاية حاكم ولاية له حق من الحرس الوطني ما يسمى الحرس الوطني ناشونال جارد، بس هم تابعين للحكومة يعني للولاية نفسها مش الحكومة الفيدرالية، ولكن هناك طبعا إذا احتاجوا ناس بيجيبوا الناس من الحكومة الفيدرالية.
فبالتالي كل الاحتياطات الامنيه خصوصا في الولايات التي حدثت فيها مشاكل من قبل مثل ولايه ميشيغان وتحديدا يعني كما يقال هنا من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الناحيه الامنيه ان ما تم في ميشيغان مثلا في ابريل ومايو الماضي شهر في الشهور الماضيه حدث بالفعل مع الكونغرس انما اقتحموا انصار ترامب مبنى المحافظ او حاكم ولايه ميشيغان وحتى هددوها شخصيا. اولا يجب ان اكون واضحا ان هناك احتمال هذا وما يتم ايضا من خلال السوشيال ميديا هناك خطر اخر ان هناك شيئين يتم في نفس هناك محاسبه من انصار ترامب لما اخذه بعض السيناتورز اعضاء مجلس الشيوخ والنواب من قرارات فيما يتعلق باعتماد تنصيب بايدن كرئيس للولايات المتحده في الكونغرس. فاذا كانوا صوتوا فهناك كما قيل اليوم او كما ذكر اليوم هناك تهديدات موجهه لهم ولاسرهم. وفي نفس الوقت هناك نوع من تحضير لاحداث شغب في مكان اخر غير المناطق يعني غير مراكز القرار في الولايات. فبالتالي هناك حاله استقطاب مش استقطاب امني يعني ايش حاله استنفار امني استنفار امني على امتداد الولايات المتحده. ويجب ان لا ننسى ان كل هذا يحدث في اجواء الكورونا وان حتى يكون المشاهد على علم بما يحدث في امريكا فان يوم 6 يناير الذي حدث فيه هذا الغزو هذا الاقتحام للكونغرس توفى فيه في امريكا في هذا اليوم نحو 4000 شخص امريكي بسبب الكورونا وده ازمه صحيحه احنا هنتكلم عنها ايضا. الاستاذ توماس جورجسيان الكاتب المتخصص في الشان الامريكي بشكرك جدا على وجودك معايا في هذه الفقره.